ورجعنا لكم من جديد مع 7 دكتورز، والنهارده عايزه يعني ابعت تهنئه لكل السيدات وكل الرجاله اللي فاكره ان احنا وشنا كبر وشنا تهدل فقاعدين ساكتين متضايقين من شكلنا. ممكن كمان شكلنا ده يكون معطلنا على حاجات كتيره جدا، مقابل القعده دي حاجه واحده بس، ان انا فاكر او انا فاكره ان انا لازم اعمل عمليه تجميل شد وجه. خلينا بقى نركز في الفقره دي، انا ولا هتكلم فيها عن البوتوكس ولا عن الفيلر، انا هتكلم عن التقنيات الجديده في التجميل. انا ممكن اشد وشي ازاي بصوره طبيعيه، ما اروحش الجا لعمليات التجميل، حتى لو اتقال لي ان في فتحه صغيره هنا، في فتحه صغيره هنا، في فتحه صغيره هنا، لا انا ممكن ما احتاجش للفتحات دي اصلا، لان بقى في تقنيات جديده، وكل ما احنا يعني بنحاول ان احنا نسعى ان احنا نقدم لكم كل ما هو جديد، كل ما بنوصل للتقنيات الجديده، كل ما بندور على الدكاتره الشاطره. الدكتوره اللي معانا بقى احنا يعني مش عايزه اقول بندور عليها، لا هي موجوده معانا في مصر، ولكن على طول بتكون في دول عربيه، يعني كل شهر كده بتسافر تعمل يعني مثلا زي ما بنقول جوله كده تجميليه سياحيه وترجع لنا تاني، فلما بتبقى هنا بيبقى بتضرب عليها، ولكن النهارده الحمد لله هي موجوده معانا. النهارده انا شايفه ان الدكتوره دي بشره حلوه قوي 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 للناس اللي ولا عايزه فيلر ولا بوتوكس او تقدم السن معاها، او كمان على فكره قالت لي حاجه مهمه قوي، ان مش لازم يكون تقدم العمر، ممكن ناس صغيره بس الجينات الوراثيه مخليه وشها متهدل، مخليه مثلا تحت عينيها في تجوف قوي مع كرمشه هنا، فانا ولا عايزه فيلر ولا عايزه بوتوكس، انا عايزه حاجه تساعدني ان انا الموضوع ده يقل معايا فيما بعد. خلينا بقى نرحب بيها القمر اللي معانا، دكتوره رحاب وهبه، ماجستير جامعه باكوني ايطاليا، دبلومه امريكيه تجميل، عضو الجمعيه الامريكيه للتجميل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا حبيبتي. صاحبتي وحبيبتي وعشرة عمري، ومش عارفة تكوني معايا بقالك كتير عشان أنا مش لاقياكي بكل صراحة، ولكن النهاردة أنا مبسوطة قوي إن أنت حتى ما فكرتيش يكون معانا بيشنت، لا أنت من ثقتك بنفسك، وده اللي أنا شايفاه بصراحة. هي قالت يا جماعة أنا النهاردة الحقن، أنا اللي هحقن نفسي. لا طب إيه الجديد؟ ده اللي هنعرفه، مش حقن حقن بس، هتشوفوا ايه اللي بيحصل. كلمينا بقى يا دكتور عن التقنيات الجديده في التجميل بعيدة عن الفيلر والبوتوكس. طيب هو الفيلر والبوتوكس طبعا هيفضلوا دايما الاساسيات عندنا في التجميل، لكن في حقن كتير دلوقتي بدات تظهر بتحفز انتاج الكولاجين من البشره، وبتخلي البشره تستعيد رونقها عن طريقها هي نفسها. حلو. بس احنا بننشطها شويه وبنقول للكولاجين ابدا اطلع، انت مكسل شويتين فلو سمحت تطلع بكميات اكبر، لانه احنا كطبقات جلد محتاجين. حلو. انا من اكتر الحاجات اللي يعني في الاونه الاخيره، انا عاوزه اقول لك انها موجوده من سنه 99، لكن في الاونه الاخيره بدات تشتهر وبدات بيبقى فيها شغل كتير، اللي هي السكالبترا. سكالبترا. انا اول مره اتكلم عن التقنيه دي بصراحه. هي ابر بتحفز انتاج الكولاجين، بتتحقن بابر انسولين، يعني مفيش الم تقريبا. اوكي. بنحط طبعا طبقه بنج الاول وبعدين بنحقنها، هي بتشد الجلد، هي مش بتبان في ساعتها زي الفيلر، لكنها في خلال شهر لشهرين بتبدا النتيجه بتاعتها، ممكن نحقنها كل 3 شهور حسب حاجه الجلد ليها. يعني انا ممكن اسمي الابر دي او التقنيه دي ان هي معالجه. لان هي بتحفز الكولاجين وبتشد الوش، بس على فترات كده لحد ما الوش يوصل لطبيعته او لما قبل يعني. بالظبط بالظبط، هي بتعالج، مش ماده. انا برضو اقدر اقول لك انه الفيلر برضو كهيالورونيك اسيد هو حاجه يعني تعتبر جدا طبيعيه، لانه حلو. ماده زي المواد اللي ربنا خلقها في وشنا. لكن السكالبترا بقى كمان هي بتخش تخلي الجلد يطلع كولاجين، فبيشد نفسه بنفسه، بيبقى فيه نضاره، فانت مش محتاجه بقى كل شويه ان انت تروحي تعملي ابر عشان وشك يبقى فيه نضاره. صح. ابر السكالبترا حلوه جدا للناس اللي عملوا تكميم وفقدوا وزن كتير فوشهم ترهل. ابر السكالبترا مش بس علشان تشد الوش، لا ده هي كمان ممكن تشد الصدر، وممكن نشد بيها بتاخدي الاسئله المؤخره. ده سؤال لوحده. اصل انا جايه لك بشويه، يعني اول ما الناس عرفت ان حضرتك طالعه معايا طبعا بقول لاصحابي وبقول لمعارفي والقصص دي، ببقى طبعا بتباع طبعا بالناس اللي عندها خبره كافيه وبزياده وبتلمع كده في مجال التجميل بصراحه. فقالوا لي طب حتى من غير تكميم يا دكتور، احنا عارفين ان
الحمل، فقدت وزن، الرضاعه، مثلا حد تخن شويه وخس، حتى لو في، على فكره في ناس ولا تخنت ولا خست في برضو عوامل وراثيه، ترهل شويه في الثدي وكمان اللي بيجي له غده درقيه دلوقتي، حتى مجرد الضغط العصبي اللي بيحصل، الشغل بقى كتير مش زي الاول. وعلى فكره الابر دي مناسبه سواء كانت للسيدات او للرجال، يعني لو في تسدي عند الرجل ممكن نعمل شد، التسدي ده موضوع تاني خالص لوحده، ده الترهل بس عند السيد. لكن لو في ترهل في وجهه حصل نتيجه برضو ان هو فقد الوزن نتيجه ضغط الشغل الكتير والسهر الكتير، فهي حلوه برضو ليهم، تديهم اشراقه كده في وشهم ما يبقاش شكله تعبان، وفي نفس الوقت بتشد الوجه. طب معلش هنتكلم عن ترهل الثدي تاني، لان الواحد متوصي عليه بنسبه كام في الميه الترهل عشان اطمن؟ يعني ممكن في ناس تبقى برضو حالتها النفسيه وحشه جدا بسبب ان انا لازم اروح اعمل فتح في الثدي واعمل عمليه تجميل ورفع، يعني دي برضو مشكله. في حالات لابد انها هيتعمل لها جراحه، طيب. يعني برضو حسب الكشف الواحد يقدر يقرر. في حالات لابد هيتعمل لها جراحه، هيتعمل لها جراحه. أوكي. خلاص. في حالات تانية لا، ممكن بالهيرونيك اسيد مع الاسكالبترا الدنيا تتحسن كتير لحد 80% و90%. طب حلو جدا، النتائج بتبقى حلو. بس برضو لازم نبقى يعني اكثر صراحه انه الجراحه هتقعد معاها فتره طويله، يعني ممكن تقعد معاها من 5 ل10 سنوات. لكن الاسكالبترا والحقن عشان نبقى في الامان فهو 3 سنين. طب ما برضو بصي دكتور، في ناس عندها قصه ان انا اعمل عمليه جراحيه دي انا بستبعدها تماما، طبعا مستحيله، فان انا كل 3 سنين اعمل كده وقتها ما يسمحش، يبقى تمام قوي. طبعا لا، ده هي بتيجي العياده بتتحقن بتطلع بمنظر تاني يعني، وهي خارجه الثدي والمؤخره، الثدي المؤخره، الوجه، الذراعين، الساقين، كل الحاجات دي بيفرق معاهم الشكل. على السوشيال ميديا انا بشوف حضرتك بصور، انا اهو كاميري بإبر كتيرة كده، بيبقى شكلك ملفت، احنا عايزين نعرف كل ما هو جديد. دي خيوط بقى اللي هي الإبر الصغيرة ولا دي الإسكالبترا؟ الإبر الصغيرة اللي أنا دايما بعملها لنفسي دي عادة بتكون خيوط ذهب، بيبقى عليها نانو ذهب. حلو قوي. الذهب من أيام الفراعنة طبعا، يعني مش حاجة جديدة مثلا حد اخترعها، بيتحط تحت الجلد بيجيب نتائج حلوة جدا، سواء في النضارة، سواء في الشد، سواء التصبغات العنيدة حتى اللي الكلف الحاجات اللي ما بتروحش بسهوله دي بيجيب معاها نتائج حلوه جدا. حتى التجاعيد اللي حوالين العين بعد فتره البوتوكس ما بيقدرش يجيب معانا نتيجه كويسه، فبنلجا ساعتها للخيوط الذهب. للخيوط الذهب او ومعاها طبعا ممكن نقول الابره الجديده اللي هي الاسكالبترا، صح كده؟ طيب انا في البدايه يا جماعه قلت من ثقتها في نفسها قوي، قالت لا انا مش هجيب، انا هحقن نفسي، انا هشوف ايه اللي فيا، عايز ننشط يعني في المنطقه دي الكولاجين. فاشرحي لنا بقى يا دكتور ايه اللي عندك ومحتاج ايه. طيب هو انا عامله لنفسي من يجي 2 3 شهور كده، وفي فيديو نازل على صفحاتي الاول هنشرح وانت وشك ليا ايه اللي عندك. في فيديو نازل على صفحاتي كان الخطين دول عندي باينين اكتر من كده بكتير. اوكي ده انا شفته، كان الخد وانت عندي. عملتي، استني اقول لك، انا هقول عشان تعرفي ان انا مركزه معاكي مش بلاحه تكوني معانا بسهوله. عملتي اللي هو الاكس، عملت شبكه. أيوه. عملت شبكه في الخد هنا يا جماعه، رفعت الخد بتاعي لان انا يعني كنت عملت عمليه كبيره فوشي ترهل. وطبعا انا ما ينفعش يعني يبقى وشي مترهل، المفروض ان احنا كدكاتره التجميل يبقى لازم نبقى محافظين على نفسنا. فعملت لنفسي تكنيك شبكه، شديت بيه خدودي من غير اي عمليه ومن غير اي فتحه. حلو. وعملت لنفسي اسكالبترا، وعملت تحت عيني كمان هيرونيك اسيد مع خيوط، وده اللي هحقن الدكتور خالد بقى النهارده لما احقن له. هوريكي بقى تحت عيني، احنا هنحقن للدكتور خالد عشان نشوف يا جماعه ان التجميل يعني العيادات بقت اكتر رجاله، يعني زي السيدات دلوقتي بالظبط، الموضوع ما بقاش فيه اي عيب ولا حاجه. إيه؟ طب نبتدي، احنا قلنا ايه اللي في وش حضرتك وهنعمل ايه؟ انا النهارده هعيد تاني على الخطين دول لانهم لسه باينين. اوكي كويس. برضو هحقن شويه صغيرين في الدقن لانه احنا بعد سن الـ40 بيحصل تراجع في الدقن، فبيبان ان الواحد عنده لغد او لغلوخ. ده لو رجع ده هيبان. وفي نفس الوقت كل ما ده يرجع لورا والخدود ترجع لورا تبان الانف كبيره. هي الحقيقه الانف ما بتكبرش في الحجم، الحقيقه انه اللي حواليها بيصغر،
فاحنا أيوة. لازم دايما نبقى محافظين على خدودنا كويسه وعلى دقننا كويس. بصوا احنا بنتكلم في يعني نقول مستويات الجمال او يعني اللمسات البسيطه اللي الدكاتره هم بس اللي عارفينها. خدود ترجع ورا او دقن فبيبين المناخير اكبر، في لود وبيبين المناخير كبيره. فحضرتك طيب. لا ما تروحيش تعملي مناخيرك الا لو خدودك متظبطه في الحجم وفي الشد. طب هنا والدقن عندك كويس. هنا حضرتك عملتي اسكالبترا قلتي، طب النهارده هنعمل اسكالبترا من شهرين، هعمل برضو اسكالبترا طيب. تاني اوكي حل. انا بس يا جماعه انا ليه عاوزه انا الحق نفسي وليه ما جبتش موديل؟ لان الموديل طبعا الحقن عليها هيبقى اسهل بكتير. بس احنا بنقول لكم ليه؟ اولا عشان تعرفوا ان المواد دي ما فيهاش، اكتر حاجه بتشغل بال الناس هي المواد دي امنه ولا لا. صح، هي لو مش امنه يا جماعه احنا مش هنعملها لنفسنا، ده أوكي. اولا يعني اخر حاجه هنلجا ليها ان احنا نعمل حاجه تضرنا ونعملها. فاحنا بنطمنكم ان الموضوع جدا ايه، ما فيهوش اضرار يعني. أوكي. طبعا انا بس هحط شويه بتادين، انا ما عنديش قطنه دلوقتي. احنا طبعا حاطين قبل التصوير كريم كريم بينج يا جماعه. طبعا انا طبعا بس دلوقتي انا بطهر قبل ما احقن. انا بس هعقم قدامكم برضو يا جماعه عشان انتوا في حاجه برضو عندي، انا عندي هنا حاجه اسمها الخط الفاصل. لو الكاميرا جايبه عليا. ايوه هي الـ 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 الخط الفاصل ده الجزئين بتوع العضله بالزمن بيبعدوا عن بعض. أوكي. فاحنا بنخش في الخط الفاصل ده ونحقن فيه اسكالبترا عشان تفضل دايما عضله الخد شكلها هقوي عضله الخد عشان بالزبط. تشد هنا ويعني نقول الابتسامه اللثويه او الابتسامه لا هو الابتسامه لا الابتسامه اللثويه ده موضوع ثاني. لا انا قصدي خط الابتسامه. كويس ان انت فتحتيه. الابتسامه اللثويه دي ممكن حضرتك لو عملنا ابراز للدقن وعالجنا الشفايف وظبطنا الفكين انت مش محتاجه التقويم ومش محتاجه تقعدي باللوك اللي مضايقك ده اللي مضايقك سنتين ثلاثه. ايوه صح. انت في ساعه ممكن تطلعي بلوك جديد وما انتش محتاجاه. احنا طيب هنبدا احنا بس هنبتدي. انا دلوقتي قدامكم هوريكم الحقن بتاع الاسكالبترا. احنا جايبين الحقنه بالظبط على فكره، وانت باصه في المرايه احنا جايبين الحقنه بالظبط. اوكي يعني. انا بحقن لنفسي اهو يا جماعه عشان تعرفوا ان الموضوع سهل خالص. طبعا يا جماعه لو طلع دم ده طبيعي، انا بني ادم عشان برضه انتوا في العياده لازم هيطلع دم. ده انتوا في العياده بتبقوا خايفين جدا دم دم دم، ده الطبيعي يا جماعه انه يبقى فيه شويه دم. انا قدامكم اهو بحقن وقدامكم اهو خلصت تقريبا نص الابره، وهعمل في الناحيه الثانيه برضو نص الابره بس عشان وقت الحلقه فانا هعمل ناحيه. اوكي احنا قلنا الاسكالبترا ده بيبان بعد شهر. الاسكالبترا بيقعد حوالي شهر عشان يبان. اوكي ده معناه ان هو بيتفاعل مع، يعني على فكره الكلمه دي يا دكتور معناها ان فعلا هو بيتفاعل مع الوجه وبيحفز الكولاجين. هو بيحفز الكولاجين، لان هو لو ما كانش كده كان هيبان في وقتها. هو بيحفز الكولاجين ان هو يطلع من الجلد، فتفضلي دايما مشدوده وتفضلي دايما مش محتاجه الابره نضاره. غير الفيلر، الفيلر يا جماعه بيبان في وقتها ولكن ده بيحفز الكولاجين، فليه بنقول النتيجه بعد شهر؟ عشان بيتفاعل مع الوجه وبعدين بيحفز الكولاجين فيبتدي الوجه يتشد. انا شايفه ان الحقنه دي يا دكتور علاجيه اكتر من تجميليه. مظبوط، هي فعلا يعني علاجيه. يعني الناس اللي عاوزه تحافظ دايما على شباب بشرتها هتعمل الحقنه دي. في حاجه بقى عاوزه اقول لك كمان عليها، انه انت دلوقتي مش مضطره ان انت تعملي جراحه او تفتحي فتحات علشان تشدي العضله. اوكي، ممكن عن طريق تكنيك الشبكه بالخيوط اللي انا عملته في الفيديو عندي، او عن طريق ان احنا بنفتح فتحه صغيره بسن 50 كده وبدخل اجيب العضله من تحتها واحزمها واثبتها واطلع. أوكي. من غير اي غرزه. بس ممكن برضو غير كده، يعني ممكن بالاسكالبترا والخيوط. انا هعيد عليكي ان كل حاله مختلفه عن الحاله الثانيه. اوكي، مفيش حاله زي الثانيه، كل واحد حسب الكشف حسب حجم العضله بتاعته. هو انا حاسه ان دم مش دم على قد ما هو بيتادين، خلي بالكم. يعني اللون ده على فكره ده مطهر، حتى لو طلع دم يا جماعه، وحتى لو طلع دم يا جماعه ده الطبيعي، اي بني ادم عنده دم، ما هو مفيش بني ادم ما عندوش دم، وطالما فتحنا مطرح للابره يبقى اكيد هيطلع دم. انا عملت قدامكم في دقني وعملت في الخط الفاصل علشان احافظ على الشبكه اللي عملتها لنفسي بحيث ان الخد يفضل دايما حلو. كويس. طب خلينا كمان نشوف صور قبل وبعد الدكتور. طبعا يعني الموضوع يا جماعه مش كون فيكون، يعني مثلا في وشوش او في يعني حالات
ينفع معاها ده في حالات يعني الدكتور الامينه هي اللي تقرر لك. انت ما تروحيش يعني مثلا ما تسمعيش وتقولي انا عايز اعمل ده، لا ممكن لما تروحي تبقى حاجه ابسط او حاجه اقوى على حسب طبعا الجلد وطبيعه وشها. صح يا دكتور؟ مظبوط. طيب احنا معانا وش قمر، يعني انا فاكره ان احنا مره عملنا حلقه كانت يعني كانت اسمها ايه، تطور مراحل تطور القمر، مراحل تطور القمر. هي دي فعلا بقت قمر. هي كانت خلفت ثلاثه واضطرت تخسس نفسها حوالي 30 كيلو، فطبعا شكلها اتغير خالص، فعملنا لها شد عميق. يا جماعه الوش بيصغر ازاي وبيحلو ازاي مع سكالبترا الاثنين مع بعض؟ دي سكالبترا، سكالبترا مع شد عميق، مشدود جدا. دي سكالبترا مع شد عميق، دي اسكالبترا مع هيرونيك اسيد. على حسب نظري يا جماعه، انا ما اعرفش اقول، بس هو اللي انا شايفاه من بعيد هو ده. انتوا بقى شوفوا انتوا شايفين ايه، لان انتوا اكيد هتشوفوا احسن مني بكتير. يعني دي ممكن نحصل على النتيجه دي بابر بس يا جماعه. بصي في كنترول بيقولوا لي حتى الجلد اتغير. ايوه استاذه مريه رئيسه التحرير، بصي بتشد. حتى لون الجلد بيتغير. وعلى فكره النتائج دي بتبقى في العياده. يعني احنا كان عندنا واحده جات لنا مصر من السعوديه، جت كانت خاسه، كانت خاسه حوالي 102 كيلو. يا كان وزنها عايزه شد دي، كان وزنها فوق ال 190 ونزلت بقت حوالي حاجه و70 كيلو. وشدناها، يعني هي روحت وهي طالعه من العياده بشكل غير اللي دخلت بيه. غالبا انا كل ما اشوف حاجه حلوه افضل اغير اقول لهم انا عايزه اروح. طيب احنا هنعمل حاجه ثانيه. هتيجي، ما احنا اتفقنا. هاجي صح، اتفقنا. قولي لي انا محتاجه ايه. طيب عادي انا ما بكسفش. الفكين عندك علشان رفع شويه من كتر الميك اب ومسح. يعني بصراحه الفكين عندك عاوزين يتشدوا شد عميق، يعني ده عايز يتشد شويه. بصي انت هتشدي على مستويين، هتشدي من هنا اوكي وهتشدي من هنا. حلو قوي. وبعدين هيتعمل كونتور لا اما بالسكالبترا لا اما بالهيرونيك. لا احنا نصورها ونجيبها في حلقه، ايه رايكم؟ انا ما بتكسفش. زي ما تقول. طيب خلونا نخرج لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه، علشان هيكون معانا مفاجاه، مش بس بقى النهارده المفاجات للسيدات، لا الرجاله ليكم مفاجات حلوه قوي معانا هتشوفوها معانا على الهوا، وهرجع لكم مره ثانيه.